مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اللون الاخضر. اللون الاخضر اللي دايما بقول عليه ان هو لون الخير والحب والامل. للاسف ان في ناس كتير جدا عايزين يخلوا اللون ده لون الدم، اللون الاحمر اللي بيوجع قلوب كتير جدا من المصريين، لون الارهاب الاسود الغاشم. امبارح كان في شهداء جدد بينضموا للسلسله الجديده من شهدائنا العظماء، 11 شهيد ومنهم يعني الضابط احمد حجازي رحمه الله عليهم، ربنا يرحمهم يا رب ويسكنهم فسيحه جناته. الحاجه الوحيده بصراحه الواحد بيبقى متالم ليها جدا انه بيبقى واقف في نفس المكان كده مش لاقي كلام يقوله، غير انه مصر هتبقى باقيه مهما حصل. ودلوقتي الحقيقه هم بقوا بيخترعوا شويه طرق جديده، الغام وحريق وقنابل وقتل بالرصاص، عيني عينك كده. مش عارفة هيقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى ويقولوا إيه لما يتم سؤالهم عن دم الأبرياء دول. الأبرياء دول عند ربنا سبحانه وتعالى دي منزلة عالية جدا جدا، ربنا يا رب يعني يصبر أهلهم ويصبرنا، لأنه الفراق صعب جدا والوجع بيبقى وجع مميت. يمكن الميت بيرتاح ولكن الحي هو اللي بيتعذب، ولكن مصر إن شاء الله تفضل باقية، والبقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.